تبي؟ الله يرزقك شغلتنا احلى منها ان شاء الله. الله ياخذ على الشيطان. الله يرزقك ان شاء الله. ترى والله العظيم طالع من طوري انا. ليه لا هد 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 شوي. طالع من طوري. ما عليك هد 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 هد. الوضع ما يسوى وروق المانجا وما عليك ان شاء الله الله يرزقك بس شغاله مي هذه ثنتين ان شاء الله. متى بتحط شاييك في الرياض؟ يا اخي شاي موجود هنا بحايل وشاي متى؟ حط لك شاي بالرياض خل حايل شوي. الرجل تشتغل بالرياض حط لك شاي بالرياض ومثل ما قلت لك ارجع للترند بشاييك وها انتبه يلا شد حيلك يلا حبيبي يلا يلا شد حيلك وحلق راسك على الصدر وادخل مع الرجال يا مال الشحم ما خلاص غير. طيب سعود ابي اقول لك ما تزعل انسان ملبد الشغاله انت لابد الشغاله عندك وهو انا لابدها يقول مي افتح على وجهك يقول مي افتح على وجهك يقول مي افتح على وجهك تقول كلام وسخ انا ارجع على حليمه احنا ابو دارك انت صاحي لا انت لا. مهبول انت ترضخ انت تكلم زين تكلم زين يعني لابد انا ملبدها تغير وش معناه تلبدها وش معناه تلبدها انت الشغالة موجودة عندك ما هربت تقولون انقلع انقلع يا الدباب انقلع خليك مع الدبابات حقتي حقينكم ظهري انقلع